مساءكم سعيد مشاهدينا الكرام في الأخبار الثقافية التي تأتيكم من قناتكم الجزائرية. إذا الحديث اليوم على بلاتو ثقافية نيوز سيكون على فعاليات الطبعة 37 للمهرجان الدولي لتيمغاد، ويحضر معنا السيد سمير مفتاح مدير الإعلام بالديوان الوطني للثقافة والإعلام. أهلا بك معنا. مساء الخير لك زميلتي سمية، ومساء الخير لكل مشاهدي قناة الجزائرية. شكرا، أكيد لنا عودة لك، ولكن فقط سنوفي مشاهدينا الكرام بأبرز مستجداتنا الثقافية. والبداية، فلقد أكد الكاتب الكويتي سعود السنعوسي حصريا لقناة الجزائرية عن القرار النهائي لرقابة وزارة الإعلام بمنع روايته الأخيرة فئران أمي حصة الصادرة عن دار العربية للعلوم ناشرون بمنشورات ضفاف من التداول في الكويت، وهذا لتناولها آفة الطائفية. نتابع التصريحات في هذا اللقاء الذي أجرتها الزميلة نسيمة غولي بلوز. فئران أمي حصة لم تتوج بعد، لكنها بين المنع والحظر في الكويت، أين وصلت أمورها؟ منع مع الأسف، كان الأمر مؤجل، هي ليست ممنوعة وليست مفسوحة كما يقال، من لجنة إلى لجنة. مؤخرا قبل أسبوع، أكثر من أسبوع بقليل، وصلني القرار الأخير بأنها ممنوعة. إذن هذا، وتتابعون الحوار الكامل لبرنامج بلا قيود هذا الخميس في تمام الساعة 9 مساء. إذن في خبر ثاني، فقد تحتفل تعاونية كانفا الثقافية بستة سنوات من الإبداع المسرحي واكتشاف وتكوين المواهب في الفن الرابع في حفل بهيج بدار الثقافة محمد بوضياف ببرج بوعريريج. حضره فنانون متميزون يتصدرهم الممثل عمرو كعوان وعمر ثيري. المزيد مع مراسلنا يوبا بوكطايا فن. استمتع جمهور قاعة محمد بوضياف ببرج بوعريريج بعرض مسرحي تحت عنوان الخديم وسيدو لتعاونية كانفا الثقافية مع الفنانين سفيان عطية والنواري رجعي، وذلك على هامش احتفالية نظمت في الذكرى السادسة لتأسيس التعاونية التي تمكنت في وقت قياسي من تقديم عدة أعمال احترافية نالت بها جوائز دولية على غرار مسرحية ليلة إعدام. كما تمكنت في فترة 6 سنوات من تكوين فنانين مسرحيين شباب سطع نجمهم على غرار الممثل إدريس بن شرنين الذي أحرز جائزة رئيس الجمهورية علي معاشي للفنانين الشباب مرتين متتاليتين، كما نال عدة جوائز وألقاب وطنية ودولية. نحن في تعاونية كانفا نعمل جاهدين حتى باش نعيدوا الحركة المسرحية كما كانت بكري، على الأقل أو أحسن. ف يقول لك البلاد يعمروها ناسها، هاك فهمني كيفاه، والبرج لا تخلو من الفنانين والمبدعين وانت ادرى صديقي، هاك فهم كيفاه. ولكن واش يخص تفكير سليم، يخص تعطير سليم، يخص تكوين، رانا نعملوا عليه ان شاء الله، وان شاء الله خير ان شاء الله. تعاونية كانفا يعني كانت من التعاونيات البارزة جدا، مش فقط في برج بوعريريج بل على المستوى الوطني وبل حتى على المستوى العربي. تم تعاونية اللي قدرت خلال فترة قصيرة يعني تقدم عروض مسرحية مهمة جدا في المسرح، وكان لي شرف يعني أني تكونت فيها وتربيت فيها والحمد لله، يعني خاصة في عرض الأخير تاع ليلة إعدام، يعني الحمد لله اللي خدمت فيه. وعن الأعمال الجديدة وأفاق التعاونية يضيف الفنان سفيان عطية. على المدى القريب إن شاء الله إنتاج عمل مسرحي جديد بدعم من وزارة الثقافة، خلق ورشة تكوينية جديدة إن شاء الله. ويبقى المسرح أبو الفنون يحجز لنفسه مكانا بعاصمة البيبان التي كانت ذات يوم مهدا للمهرجان الوطني للمسرح الهاوي. إذا عودة لك سيدي. إذا كما قلت، الحديث اليوم سيكون على فعاليات الطبعة 37 للمهرجان الدولي لتيمغاد. بداية سيدي، لو تحدثنا على الخطوط العريضة لهذه الطبعة. أكيد المهرجان كالعادة هو تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وإشراف
من معالي السيد والسيد وزير الثقافة وأيضا والي ولاية باتنا بمساهمة كريمة أيضا من شركائنا الحاضرين معنا دائما. وبمساهمة الديوان الوطني للثقافة والإعلام. أكيد الديوان الوطني للثقافة والإعلام هذا القلب النابض للمهرجانات كبريات الفعاليات الثقافية في الجزائر. ربما وصلنا إلى الطبعة 37 من أعرق المهرجانات وأكبر المهرجانات في الجزائر، وهذا أكيد بجهد جميع المؤمنين بدعم الفعل الثقافي. نعم كما قلت لك لو تحدثنا على الخطوط العريضة. الخطوط العريضة للبرنامج ربما هذه الطبعة هي ذات ميزة خاصة ورسالة سامية خاصة، لأنه الثقافة تبقى دائما تحمل أرقى الرسائل السامية الإنسانية. كانت الطبعة 36 مهداة إلى الشعب الفلسطيني الشقيق وتضامن مع غزة، هذه الطبعة ارتأينا أن تكون مع الشعب الجزائري، نقول للعالم أجمع ولكل المزايدين على الوطنية أننا شعب واحد ووطن واحد. خاصة أنه شعار هذه الطبعة وطن واحد وشعب شعب واحد هو شعار هذه الطبعة. أكيد حتى أنه الطبق الفني اللي راح يكون في الافتتاح سيعكس هذه جمالية هذا الشعار الذي ارتأينا أن نرفع به التحدي لكل المساومين والمزايدين على الوحدة الوطنية، والكل يعلم ربما ما يحدث وما يقال بين الفينة والأخرى هنا وهناك. لذا تيمجاد هو أكبر المهرجانات والذي دائما يحمل الرسالة السامية، سيقول هذه السنة من الأوراس الأشم من المنطقة التي انطلقت فيها أول رصاصة للثورة التحريرية المجيدة، أننا كلنا شعب واحد وأننا سنبقى كتلة ولحمة واحدة. هذه الرسالة ستنقل من خلال الثقافة. نعم أكيد دائما مع السلم سيدي. أكيد السلم، وخاصة أنه هذا المهرجان إعادة بعثه كانت سنوات التسعينيات، يعني سنة 97 كان تحدي كبير على عاتق الديوان الوطني للثقافة والإعلام آنذاك قبل تأسيس المحافظات. أيضا كانت هناك العديد من الشخصيات الوطنية سواء النساء أو رجال الذين تجندوا من أجل إعادة بعث هذا المهرجان الذي هو اليوم يعد من أكبر المهرجانات في الجزائر. هذا التحدي الذي كان سنوات الأزمة وسنوات الإرهاب وسنوات أخرى هناك تحدي. أكيد لأنه هناك بعض التحديات أيضا الأمنية، وهناك مشاركة دولية معتبرة في فعاليات هذه الطبعة لنقول للعالم أجمع أن الجزائر بخير وأن الجزائر بأمن بفضل كل أبنائها وبناتها. الجزائر دائما بخير. أكيد أكيد بكل فضل كل أبنائها وبناتها من مخلصين كل المرابضين على حدودها من جيشنا الوطني الشعبي إلى كل المصالح الأمنية على اختلافها إلى كل يعني الإعلام، أنتم الكل يساهم من أجل إيصال صورة الجزائر الحقيقية وإشراقتها إلى العالم أجمع. نعم طيب ومن هي الوجوه الفنية العربية الجزائرية وحتى العالمية التي ستزين المسرح الأثري بتيمجاد هذه الطبعة؟ أكيد القائمة طويلة، هناك العديد من الأسماء مشاركة لعشر دول إضافة إلى الجزائر ممثلة في الفنانين الجزائريين المحليين وأيضا الفنانين الجزائريين المقيمين بالمهجر. ربما قبل العودة للحديث على سهرة الافتتاح التي ستكون مميزة وتحمل أيضا رسالة، هذه الرسالة التي نريدها ستكون سهرة الجمعة، يعني ثاني سهرة من ليالي المهرجان مع الفنان أحمد شوقي القادم من المغرب. الفنانة جرجرة هي فنانة في الطابع الأوراسي عريقة لم تطق قدميها يعني ركح مسرح جزائري أو خشبة جزائرية منذ تقريبا حوالي 30 سنة، وهي العودة من خلال هذا المهرجان، لأن هذه الفنانة أيضا تؤمن بما نريد أن نقدمه من خلال هذه الطبعة، إضافة إلى الشابة سهام وأيضا الفنان عبدو أسكيكدي. السهرة الثانية أيضا هي شبابية بامتياز، لأنه سيكون الفنان لاكريم وأيضا الفنان اللبناني معروف مصاري، إضافة إلى الفنانة الزهوانية وحميد بلبش. السهرة الثالثة من الولايات المتحدة الأمريكية ستكون فرقة ماجيك أوف ماتاون، أيضا فرقة سامر كركب وهذا فنان سوري أيضا مقيم في كندا، وفرقة جمعاوي أفريقيا. يعني حتى أتصور أنه يكون الفرق يعني كل ما هو فرق مع بعضها، وأيضا لما يكون الفنان بين الفرق الجزائرية
الجزائرية والفرق الأمريكية، وهذه أيضا كانت هناك فرصة أنه هذا الاحتكاك وهذا التزاوج الجميل أعطى فرصة للفنانين الجزائريين أنهم يشتغلوا ويعملوا ديديو مع فنانين سواء عرب أو أوروبيين. السهرة الثالثة مع صابر الرباعي من تونس الشقيقة الذي سيكون حاضر معنا، إضافة إلى كمال القالمي ونادية بارود، إضافة إلى الشاب رضوان. سهرة الثلاثاء الرابع من أوت سيكون نجم الأغنية العربية الفنان وائل جسار رفقة سعاد ماسي، الفنان الغازي والفنان ماسي نيسا. أما بالنسبة للأربعاء الخامس من أوت ستكون أيضا سهرة أجنبية بامتياز، إضافة إلى مزيج جزائري مع الفنان محبوب الشاب خلاص، الفنان عوابدية من مدينة قسنطينة، دافيد كاريرا من البرتغال، وأيضا كيفن ليتل من جزر الكاريب، أول مرة تشارك جزر الكاريب. نعم. في مهرجان جزائري. سيد قبل. نعم. أن تكمل لنا برنامج هذا الطبع، الطبع 37، يعني على أي أساس يتم اختيار هذه النجوم الجزائرية العربية وحتى العالمية؟ هناك ثلاث معايير مهمة بالنسبة للبرمجة، برمجة أي فنان. أول معيار وهو الجانب المادي، أي ميزانية المهرجان، لأن هناك أسماء ربما يمكن برمجة اسمين يستهلكان كل ميزانية المهرجان، وهذه حقيقة لأنه فيه السوق الفنية الآن أسعارها مرتفعة جدا وإمكانيات المهرجان محدود، الميزانية معروفة واللي هي 150 مليون دينار، يعني لم تتغير. إضافة إلى أجندة الفنانين، يعني الميزانية بقيت هي نفسها بالنسبة للطبعة السابقة وهذا الطبعة أيضا نفس الميزانية. نعم. لتوازي 15 مليار سنتيم، يعني 150 مليون دينار. إضافة إلى الجانب الثالث هو التزامات الفنانين، لأن هناك العديد من المهرجانات الكل الفترة الصيفية، ربما أشقائنا بين المغرب وتونس وباقي العديد من الدول حتى الدول الأجنبية، هناك العديد من المهرجانات التي تقام في الفترة الصيفية، وهذا ما يعطي، هذه هي المعايير الثلاث. الثالث معيار وهو أيضا ما هو جديد الفنانين، لأننا نتواصل مع الجمهور من خلال شبكة الوسائط الاجتماعية، هناك خاصة قد أتحدث على الفيسبوك طلبات يعني عديدة من متابعي برامج الديوان، حتى طبعا تكون بحلة جديدة أكيد لما يطلب الجمهور، يعني وإحنا نركز على إحصائيات حقيقية أنه يطلبوا هذا الفنان، وإحنا بإمكاننا أن نقدم هذا الفنان للجمهور الجزائري، بطبيعة الحال نحضر هذا الفنان حسب إمكانياتنا وحسب وبناء على طلب من الجمهور، لأن الجمهور الآن صار يتفاعل حقيقة مع المؤسسات الثقافية. نعم سيدي، لنا أكيد عودة لنكمل مع البرنامج هذا طبعا 37 للمهرجان الدولي لتيمغاد، ولكن فقط سنوفي مشاهدنا الكرام بموعدنا الثقافية والفنية ثم نعود. نستهل موعدنا الثقافية والفنية من غرب البلاد، فمحبو الأغنية الأندلسية على موعد مع حفل فني للشيخ محمد بوعلي سهرة غد الأربعاء 29 من شهر جويلية بالقاعة الكبرى بقصر الثقافة لمدينة تلمسان على الساعة 9:30 مساء. نبقى دائما بغرب البلاد، ففي إطار اختتام الطبعة الرابعة لأشبال الموسيقى الأندلسية سيحيي الفنان سمير العلاق حفلا فنيا طربيا سهرة غد الأربعاء 29 من جويلية بدار الثقافة ولد عبد الرحمن كاكي لمستغانم على الساعة 6:30 مساء. نحط رحالنا بالعاصمة، فأنتم مشاهدين مدعونا لحضور سهرة فنية ممتعة من إحياء كل من الفنانة جميلة الفنان هشام خليلي وأمير الأغنية القبائلية الفنان ماسي سهرة غد الأربعاء 29 من جويلية بمسرح الهواء الطلق بالكازيف على الساعة 10:30 مساء. نبقى دائما في إطار الحفلات المخصصة لموسم الاستياف، الفنان الياس القسنطيني والفنان سامي زرياب يضربان لكم موعدا في حفل فني لهم سهرة الخميس 30 من جويلية بمسرح الهواء الطلق العادي فليسي على الساعة 10 مساء، فكونوا في الموعد.
إذا عودة لك سيد مفتاح. إذا لو تكمل تحدثنا على برنامج هذا الطبعة وما الذي سيميز حفل نقدر نقول حفل الافتتاح وحفل الاختتام أيضا. أكيد نعم. الافتتاح هو طبق يساهم فيه العديد من المبدعين الفنانين الجزائريين، وهذه هي الرسالة التي تحمل شعار المهرجان، أنه يكون مشاركة حقيقة جزائرية. القائمة طويلة، لدينا الفنان نصر الدين حرة، محمد العراف، سعاد عسلة، عبد القادر خالدي، الفنان بوزاهر، الفنانة الدنيا، فرقة الرحابة، فرقة الجوهرة السوداء، فرقة إثران، ريم حقيقي، الفنانة تنهنان، أكلي حياة، معطي الحاج، فرقة الإمزاد، والفنان والفنان عزو. يعني هناك تزاوج، هناك فنانين شباب وأيضا من العديد من الأجيال، من أجل هذا الطبق، طبق الافتتاح الذي كتب له الشاعر إبراهيم صديقي وأيضا الفنان القدير رابح درياسة. كتبوا مفاجأة ستكون للجمهور والتي ستؤدى جماعيا مع هذا الفنانين أيضا. أما اختتام المهرجان سيكون مع النجم الكينج الشاب خالد، رفقة طاوس وسليم الشاوي والشاب أنور، كما نعلم الجمهور أنه كل الأسماء التي ستحيي سهرات الطبعة 37 من مهرجان تيمغاد الدولي ستكون ضيفة على مدينة قسنطينة، وهي تحتضن عاصمة للثقافة العربية بقاعة الديوان الوطني للثقافة والإعلام، قاعة العروض الكبرى أحمد باي، وأيضا بمسرح الهواء الطلق الكازيف بسيدي فرش. أكيد وأكيد يبقى مهرجان تيمغاد الدولي من أعرق المهرجانات في كل طبعاته. أكيد أكيد، وسنعد جمهورنا بكل الظروف التنظيمية والأمنية، وأيضا وضعنا آخر ما أنتجته التكنولوجيا من تقنيات في الصو والإضاءة من أجل إنجاح هذه الطبعة 37. إن شاء الله كل التوفيق. إذن سيد سمير مفتاح مدير الإعلام بالديوان الوطني للثقافة والإعلام، شكرا لك وكل التوفيق للديوان الوطني الذي يعمل جاهدا لإنجاح هذا المهرجان. شكرا سمي على الاستضافة الكريمة. شكرا لك على الحضور أيضا. شكرا. إذن مشاهدينا الكرام بهذا أصل وإياكم إلى ختام موعدنا الثقافي لنهار اليوم. موعد يتجدد بكم يوم غد. سهرة ممتعة مع بقية برامج القناة، وإلى اللقاء.